هكذا كانت الأجواء هناك في الأول بارك في دوري روشن في لقاء النصر أمام الرائد هنا في الجولة رقم 24. لا شك أنها مباراة خاصة للغاية بعنوان إعادة الأمل والحياة وكذلك المنافسة من جديد في هذه الأجواء هنا في الأول بارك. هنا كريستيانو رونالدو إذ يتحرك في هذه اللحظة. الرائد فوزير على طول باتجاه تفريس وأيمن يحاول وإنقاذ من الروماني. عادت الله ومن غيره يفعلها ومن غيره يعيد الحياة والأمل الذي لا يستسلم يكون هنا ويعيد ويرفع راية الاستسلام. الدوري والكاس الأخيرة ها هو يسجل ويعطي السعادة وهكذا يعطي التفوق لمصلحة في الدوري. حمد الله وإيجالو الآن الكرة يرسل كرة جميلة 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 من الفارو. استقبال الكرة تصطد وتصل إلى ركلة يبحث عن تمريرة في العمق تغطية ناجحة بالأيمن لأحمر بريدة في هذا المساء يحاول فوزير و19 كرة توصل على طول فيها الله 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 أحلى كرة توصل على طول إلى الخارج الغائب عن مباراة الليك حقيقي. كرة توصل على طول بالرأس عادت الكرة من جديد. تفريس ينجح في الإبعاد تتسدد وإنقاذ مرة أخرى. إيبري يرسل كرة عالية في الجانب الأيمن تغطية ناجحة كادت أرسلها باتجاه كونان. جيسلم بهي كرة لكنها قصيرة. رائد من منصور البيشي بهي كرة باتجاه كريم ويتابع الدون ويستمتع بهدفه الأول ثم الحضور مرة أخرى. تريتا يأخذ الأول في طريقه لكن يرفض الخيبري أن يمر ويكسب خطأ متريتا وبطاقة صفراء. أيمن يرسلها عالية وهب الله لقطة تعيد الأذهان. هدف في اليوفي هذا التحرك وهكذا ارتقاء على طول. الرائد لا زال موجود في أم يبقى فوزير أمامه بقي أمامه. وصلت الكرة عالية كرة باتجاه البركاوي كريم 21 كرة باتجاه الدون الكرة إلى الخارج العالمي الدون مرة أخرى. كرة لم تستطع الكرة بتوصل الله على جملة رائعة مهارة كافية من المرور من الفارو يكسب خطأ أمام الفارو غونزاليس خطأ قدم نهجه الهجومي الله الله من فوزير والله من العقيدي الله على كرة كيف التغطية كانت ناجحة من دفاع الرائد مع خطأ احتسب لمصلحة محمد اتجاه الدون التحضير للويس كوستافو الكرة تصل سهلة يمرر في العمق باتجاه غريب الكرة بترسل انطلاقة السرعة وكذلك التدخل السريع والعاجل ثم الكرة بتصل إلى لويس تتهيأ وقبل أن تصل إلى أيمن يظهر عوض يظهر ترسل الكرة حاول كان في المقدمة مع دعم لتشوكوفيتش أوبا نواف نواف يحاول الوصول الكرة تصل عالية بعيدة عن الجميع تصل لويس كوستافو يسدد نجاح لسلوفيو لإنقاذ الهدف الثاني حط الثاني حط الثاني ما طالت على الدور وبهي يا مرة أخرى علي الحسن مع وجود حالة تسلل رائعة في الرياض
على مستوى الرائد خطا الان بترسل الكره من جوكوفيتش. واو، كاد البركاوي ان ينهي صيامه وان يدرك التعادل. كريستيانو والسرعه، الله على صاروخ مات. جيسلين كونان يرسل الكره، تغطيه ناجحه من الكرات التي تتناقل الان باتجاه الدون، تغطيه نجرت القياده من بعد الفهد. الان كره بترسل على طول جيكوفيتش، مباراه كانت قد رفعت على كريستيانو رونالدو. اتجاه كريستيانو التحضير، البحث عن التهديف، غريب يضع الثاني. نعم 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 نعم، غريب عاد من جديد ونجح بإعطاء السعادة. غريب لويس جوستافو الكرة، كريستيانو يمر يكسب، لا مرمى كريستيانو رونالدو يطالب بوجود الأولى. نعم يصادق علي غير راضي على القرار، كرة في التغطية. لذلك تمنينا في زمن الفار على هذه تسديدة من الحسن جانب الأيمن، محاولة الغنام، فرصة، أوه وثانيا وثالثا ربما الكره بتمر. شوف الفار وين واصل، المرور الاول والثاني، يتقدم الامام، كره قصيره، حرك، فرصه بعيده، وصلت قرابه الضعف لصالح النصر. الان الله، ومران يستمر النصر بمضاعفه النتيجه لتصل الى 3. واول لصليهم، الكره بترسل، الله 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 الله، ركنها ركن وارتكن في الزاويه رقم 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض فيديو جديد. ده دورة يا جماعة الفراخ السيسو بتاعتنا، كل يوم بنصورها مع بعض، وده تربية الصيف. الناس اللي بتخاف يا جماعة تربي في الصيف، تعالوا بقى شوفوا النهاردة الفراخ بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي. ومعظمنا خاف من الاول، اول ما جبت الدفعه وقال لهم شيماء الجو حر والفراخ ما بتنفعش في الحر. تعالوا بقى شوف الفراخ النهارده يا جماعه بسم الله ما شاء الله مديه اوزان.